اسمع يا وهدان، احنا مش جايين هنا ومجتمعين عشان نتكلم على حرمة ونسيب اصل الموضوع ونمسك في الفرع. وبعدين يعني هي طلبة مش غلطان ولا مراته غلطانة، احنا اللي غلطانين. وكنا غلطانين في ايه بقى حاج فكري؟ مين اللي كبر طلبة؟ مش احنا؟ مين اللي وقف ورا طلبة في الانتخابات؟ مش احنا؟ هو كان في حد في البلد يستجري ينزل قصاد طلبة الانتخابات واحنا موجودين؟ وده يبقى جازتنا يا حاج فكري؟ والله بقى احنا اللي حضرنا العفريت وقاعدين دلوقتي مش عارفين نصرفه. بقى يعني يا حاج فكري بعد ما طلعنا عصابة كلنا وقلالات الذمة والضمير نقوم نقعد ونحط ايدينا على خدنا ونسكت؟ مش هنسكت ولا هنتكلم. فزورة دي يا حاج فكري؟ ولا فزورة ولا حاجة. هنجيب حد يتكلم عننا ويشرح للبلد الحقيقة. ليه؟ واحنا لمؤاخذة مالناش لسان نتكلم بيه. هي مش خناقة يا رجالة، هي سياسة. يعني لازم كده نفكر نجيب مدير دعاية ويكون محبوب من أهل البلد عشان كلمته تبقى لها تأثير عليهم. يكون ملوش طموح سياسي لكن يكون له لسان زي البرابانت، لما يمسك الميكروفون ويتكلم أهل البلد اللي جنبنا كمان هتهدي. أمال إيه؟ تعرفوا بقى أنا فكرت في مين؟ في مين؟ الأستاذ رمضان. أستاذ رمضان؟ مفيش بيت في البلد ما دخلوش، صح؟ مفيش واحد في البلد ما درسلهوش. يعني كده هتبقى كلمته مسموعة لأهل البلد كلهم. إيوة يا حاج فكري، بس الأستاذ رمضان ده أغلب من الغلب نفسه، ده لمؤاخذة طول بيشتريه بالغفين بالتاب. ولا يقدر بمال الدنيا كلها. قولي ليه؟ ليه؟ الواد عماد اخو مرات طلبه كان عايز يتجوز نعمت مرات الاستاذ رمضان قبل هو ما يتجوزها، عشان كده الاستاذ رمضان لا بيحب طلبه ولا يطيق طلبه ولا يطيق اي حد حتى من ناحيته. ما تبعد كده بحضرتك، ده هي ليه الناس ما بتفهمش دي؟ تعالى يا سيد، اوعي روح اشرب في بيتكم، اشرب في بيتكم، حط البتاع ده اهو. يلا يلا امشي من هنا يلا. ايه دي؟ ما كنتش بيوت في الحر ده. هو افتح يا ابو نعمت. يخرب بيتك يا ابو نعمت، ربنا كسر لك الزر اللي فيه حبه ميه، انت عملت ايه في دنيتك؟ افتح يا ابو زفت. يا ابو نعمت طرشتهم ولا ايه؟ مين؟ ايه اللي مين؟ مين ايه؟ وفي حد في البلد بيعبرك ولا بيجي لك غيري؟ افتح افتح، انا جوز بنتك. اهلا يا استاذ رمضان، اتفضل يا اخويا. بتفرد دراعك كانك قاعد في ثلاث فدادين. ادخل 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 يا اخويا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا استاذ رمضان. ايه دي؟ بتشوي دورة يا ابو نعمت؟ هدي لك كوز دورة ده زي العسل، خد. هات هات. الله الوكيل، الواحد ما حط حاجه في بطنه من الصبح. بالهنا والشفا، كل. الله يهنيك. بنت نعمت فين؟ نهي نايمه وراك اهي. ايوه نايمه صحيح. بقول لك ايه يا ابو نعمت؟ ايوه. وانت شكلك حران من الدوره ده هو وزهقان. بقول لك ايه؟ قوم قوم تعالى امسك، خد الجنيه ده هو. روح على القهوه واشرب كدخان. ها اشرب كرسي معسل كده وانبسط. طيب يعني. ابقى اقفل باب الدار وراك واقفلوا الشبابيك، احسن حراميه كتير قوي اليومين دول. انت محسستني انت قاعد في قصر عابدين. حراميه ايه وانت عندك حاجه تستفيد ايه؟ ده كله زباله. حاضر. روح بقى يا ابو نعمه. حاضر. يلا يا ابو نعمه. يا اختي حلوه. ايوه يا حلو. الله يحل ايامك. ايه يا بنت انت هتسوق فيها ولا ايه؟ انا ما كانش قصدي ازعلك يا نعمت، فيه ست عقلي تسيب دارها عشان كلمه لا راحت ولا جت؟ اهدي. شوف الراجل قال انت يا اخويا ما كنتش واخد بالك ان الكلمه ايه ليه؟ ده احنا متجوزين بقالنا سنه وعمال تعايرني بقله الخلف. امال يعني لو قعدنا سنتين ولا ثلاثه هتعمل ايه؟ ده انت يا راجل من 9 شهر وعمال تزن وتزن في الحكايه ده. هي اسمعي يا نعمت، الحق حق، انا كذكر بعمل اللي علي، انت المفروض كمان تعملي عليكي كأنثى. يعني كأنثى دي حاجه يا اخويا بتاعت ربنا، وبعدين انا عملت كل حاجه يا رمضان اعمل ايه يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. يا بنتي افهمي بقى، الست العقلي لما جوزها يزن عليها على الخلفة يبقى بيحبيه، لازم تفهم كده. وبعدين انا عايز عيل، فاش حاجه يعني ولد يا نعمت يعمل لي امتداد يشيل اسمي
ياخد عبقريتي يورثني. وماله يورثك؟ حوش الأطيان ورانا والفلوس متلتلة رزم رزم. انت يا راجل حلتك حاجة عشان يورثك؟ انت اللي تقولي لي كده يا بنت الحافي. ده ابوكي قاعد قدام كوزين الدورة كأنه قاعد قدام ديك رومي. وبعدين يا جهلة يا تافه، هو الورث بالفلوس وطينه بس؟ لا، يورث في حاجات كتير. يورث مني علامي، يورث طريقة تفكيري، يقلدني في تسريحة شعري، يورث أخلاقي، حنيتي. أيوة يا أخوي، هو ده بقى الشيء اللي خلاني أحبك يا رمضان. أنت عارف يعني إن أنا تقدم لي عرسان يام أحلى منك وأطول منك وأغنى منك كمان. ما تزعلش يا سي رمضان، بس والله يمين عظيم أني قلت لا، هو سي رمضان ما فيش غيره. قلت لهم لا ليه؟ ليه يا أختي قلت لهم لا؟ حكاية النسوان ده هي كل واحدة تقول لك أنا كم متقدم لي طيار، أنا كم متقدم لي بحار، وما خدتهمش ليه؟ ليه سكتوا لما وقعنا في الواقعة السودة اللي احنا فيها ده هي؟ أهو يا أخويا القلب وما يريد. حلوة الجملة ده هي، القلب وما يريد. بتعمل ايه يا راجل؟ يحسن ابويا يشوفنا ولا حاجة قاعد برا؟ ابوكي خد الجنيه وجيري زي السفينة، قاعد بيشرب شاي دخان على القهوة. سيبك بقى من ابوكي والكلام الفاضي ده. هو يطب علينا؟ يطب؟ يا ريت يطب. فيه يا بنت؟ انت مش حلالي ومراتي. ده انا خايف يطب علينا لينا قاعدين زي الاخوات، يبقى شكلي وحش قدامه. ايوه اذا كان كده ماشي يا اخويا. يلا بسرعه. واني اسالك في واجباتك، خلي بالك. ها اوعى تفتكر كمان ان عشان احنا في الاسم هسيب لك. ها انا ما بسيبش. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا استاذ فاهم. امضينا هنا يا شاويش خميس. يمضي ايه دي متذنب؟ امضي دي تقولها الواحد نجح وفالح. امشي قول، امشي امشي يا منياوي. يا استاذ رمضان ما تضيعش هبتي في وسط الاسم. هبتك انت اللي ضيعتيه بغباوتك وجهلك وعدم تركيزك. انت عارف الولد اللي اسمه منياوي ده هو لو اتعلم هيبقى لوي ويجي هنا يقول لك اوامر. اصحى بقى وانتبه لنفسك. يلا يا اخويا سمعني الصلاه على النبي كده الاول. عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وقول لي كان واخواته. ايوه يلا يا اخويا. كان ايوه كان ايوه. والله كانت على طرف الباب. هاتها يا اخويا من على الطرف، حطها في النص كده سنطرها وقول ايه. يا استاذ بالراحه. يلا يا شوش خميس. كاني واخواتي. يا صلاه النبي، هو انا قلت لك كانوا اولاد عمتي؟ ما انا عايز كانوا واخواتي. هم مين بقى؟ اخت اخت.